كل بطل في مسرحيته بيعدي بصراعات، صراعات مع الأقدار، صراعات مع الأشخاص والمحيط، وصراعات مع نفسه. دينا عندها صراع مع المجتمع؟ أكيد، لأن المجتمع عنده حالة غريبة جداً، love hate relationship بينه وبين الرقاصة. يعني اللي بترقص دي بيحبوها جداً ويجيبوها في أفراحهم ويزبطوها ولذيذة وكله تمام، بس تيجي تتجوز ابنهم لا، تبقى فيه علاقات personal لا. يعني بيبقى عندهم حالة كده، المجتمع عنده حالة سلبية وعجنين الدين بالفن، فشايفينها حرام.